يعني انشئ يعني تبهذل بس هو رب العالمين اللي يعرف استاذ شكد تبهذلت باخوان استاذ ممر. نعم استاذ ترحيل المدير. نعم التسفيرات استاذ. قولي لي انطينا موقف نهائي. انت طلعت وياي على مدى فترات استاذ الطاني موقف نهائي يقولون ما يجون من اللي ما يقبل. يا مدير سجن يا سيد مدير التسفيرات بكل احترام اخاطبك، الخلل لو بيك لو بمدير سجن الحوت، وهاي المراه هاي امك لا تخليها تظل تفتر بالسجون. اللي ايضا بحلقات سابقه السيدة اللي من العظمية أم عمر اللي أولادها معتقلين من سنوات طويلة وتمت إعادة محاكمتها، وفي وقت الوزير السابق الله يكتب سلامته طالبنا بمناشدة وتم نقلهم من الناصرية إلى بغداد، وإجوا الولد على أساس المحكمة تم إرجاعهم من بغداد إلى الناصرية. الآن قدم الطلب وكتاب، يمكن إذا الكتاب تعرضونه بالشاشة يا عمر للسيد الوزير، انطوني الكتاب وقفوا لي الكتاب. المرأة طالبت السيد الوزير بنقل ولدها من الناصرية من سجن الحوت إلى بغداد حتى يحضرون المحاكمة، بدعاها تقول ما جاي يقبلوني نقلوهم. انطوني يا علم عمر. عمر شلونك؟ عليكم استاذ. عليكم السلام. عليكم السلام عليكم يا قرة عيون المظلومين. الله يسلمك يا أستاذ. الله يحفظك يوم. الله يحفظك يا ابني. والله يا ابني أنا ظل عايشة شلون الحاطين حبل برقبته، لا هو العادمي ولا هو لخلي عايش. أي. وين الجي يا ابني؟ وين الجي؟ أنت قدمت الآن طلب جديد للسيد خالد شواني ولدك، عتهم محاكمة. نعم. بجنايات الرصافة يوم 5 بالشهر. نعم استاذ اني عندي موافقه. نعم. من السيد معالي وزير العدل بكتاب قدمنا بتاريخ 28/11 استاذ نجم. أي. للسيد معالي وزير العدل. أي. يعني والسيد الوزير يعني كتب للاصلاح موافق، يعني على نقلهم موافق حسب الضوابط الإعلامي عن سبب يعني عدم مال القضية صارت مال السيد الوزير السابق. يعني السيد الوزير السابق ليش يعني يريد همي أنا يعرف من عندهم خاطبوه بكتاب. السيد الوزير اللي الله يحفظه رجع لهم كتاب ينقلون من سجن الناصرية إلى سجن التسفيرات الرابعة. زين استاذ اني هذه اروح اراجع للتسفيرات، يقولوا لي احنا خاطبنا السيد الوزير وبعد ما اجى كتاب السيد الوزير وهسه وهم نرجع. يعني يا اخوان يعني مريع استاذ كبيره يعني انشئ يعني تبهذل بس هو رب العالمين اللي يعرف استاذ شكد تبهذلت باخوان استاذ ام عمر استاذ. نعم استاذ رحت راجعت مدير التسفيرات استاذ مدير التسفيرات واني عد كلامي وقفت يمه وقال لي ام عمر ولدك بناء اجى كتاب السيد الوزير وحصلت موافقه بنقلهم. هاي قبل شقد يا ام عمر؟ قبل يوم وين. اي وينهم؟ قبل يوم وين. قبل اني قبل اسبوع هم رايحه وهم قالوا لي نفس الكلام وقالوا لي اطمئني هسه شنو رحت له قبل يوم. هسه وين المشكله يا ام عمر؟ قال مو يمي سجن الناصريه. سجن الناصريه. اعطيني مجال يا ام عمر. سجن الناصريه. الأخ العزيز معالي الوزير السيد خالد شواني، هاي القصة قبل ما تصير وزير أنت، وتم نقلهم إلى بغداد لغرض المحاكمة، وبعدين جابوهم رجعوهم إلى الناصرية على أساس على ذمة قضية أخرى. هسا أنا ما أتدخل بالقضايا الأخرى، لا قضيتهم بالناصرية انحلت ولا قضيتهم الجنايات بغداد انحلت. الشيء الثاني الأخ العزيز مدير التسفيرات، يعني لما يجي الكتاب من الوزير
والأمر يجي من الوزير، القاعدة تقول قرار الوزير يجب أن يحترم. عندكم مناقشات، عندكم اعتراضات، تتفقون تختلفون، هاي قضية أخرى. فيجب التأكيد على سجن الحوت بالناصرية لإرسالهم لإعادة محاكمتهم. من يا سنة هم مسجونين؟ من 2010. من 2010 وأنا أتحدث من 2023. 14 سنة. زين، من 14 سنة يجب أنه الناس حتى تعرف طريقها. اللي عنده مرأة، اللي عنده جهال، اللي عنده أطفال، أنتوا لكم الحق بالتحقيقات بما تشاءون، لكن بنفس الوقت القانون يجب أن يطبق وسلسلة المراجع يجب أن تحترم. فيا السيد مدير التسفيرات، احسموا قضية هاي المرأة، لأن مرأة كبيرة يومية تطب من وزارة وتطلع من إصلاحية وتطب التسفيرات وراحت للناصرية وردت البغداد، ما رايدة شيء، ما رايدة واسطة، رايدة أنه ينفذ القانون الذي أنتم تقولون به. والقانون يجب أن يحترم رغم أنوف الجميع. وبعدين هاي حرة عراقية، هاي مثل أمك، شنو عباتها وشيلتها والنهار كله تفتر من محافظة المحافظة على ولاداتها؟ لا هم، لا هم متهمين ولا هم أبرياء. وهل يجوز قضية لمدة 13 سنة لم تحسم لحد الآن؟ يا سادة يا كرام، ما أريد شيء، لا واسطة ولا حذف ولا غيره ولا تدخل، تجيبوهم إلى جنايات الرصافة احتراما لقرار القضاء. شنو كتاب الوزير ما يمشي؟ وشنو قرار القاضي ما يمشي؟ شنو مدير السجن يتحكم؟ شنو التسفيرات تعرقل؟ شنو الدولة لا تدار بالأمزجة، الدولة تدار بالقانون. هل يحترم القانون؟ والله نخليه فوق روسنا. واللي ما يحترم القانون تشلاق وتطلع بالباب، تقول له روح اتعلم أن تحترم القانون وتعال، لأنه اللي لا يحترم القانون ما يحترم نفسه وإنسان غير محترم. معمار، نعم استاذ. ترحيل المدير، نعم التسفيرات، قولي له انطينا موقف نهائي. انت طلعت وياي على مدى فترات. استاذ اعطوني موقف نهائي، يقولون ما يجون. من البيان المقبل يا مدير سجن، يا سيد مدير التسفيرات، بكل احترام اخاطبك، الخلل لو بيك لو بمدير سجن الحوت. وهاي المرأة هاي امك، لا تخليها تظل تفتر بالسجون. ليش ما يجون؟ تقول لك قرار وزير وقرار قاضي غصبا عليك. القاضي يقول يوم 5 يجي، شنو مدير السجن ما يقبل؟ يا سيد خالد شواني، قال عندهم محكمة يوم 5 بالشهر. سيد خالد شواني بالرصافة، أرجوك أن تبعث على مدير التسفيرات ونشوف مدير سجن الحوت والجهات الإدارية هناك. القاضي يقول لكم جيبوها يوم 5. هسه ما يصير، لا نحترم قاضي، لا نحترم وزير، لا نحترم سجين، لا نحترم طليق. أرجوك أستاذ خالد شواني.